وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم 17 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق الجولة 26 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بعد فترة توقف لارتباط المنتخب الوطني بمباراة فلسطين التجريبية والانتخابات البرلمانية التي ستقام يوم السبت المقبل. وقال عضو لجنة المسابقات صادق عبد الحسين قال إن لجنة المسابقات وضعت في حساباتها ارتباط فريق القوات الجوية بإياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي أمام نادي العهد اللبناني في بيروت، مؤكدا أن اللجنة ستصدر قائمة تضم مواعيد الجولة بشكل كامل وتتضمن التوقيتات والملاعب التي ستحتضن مباريات الجولة.